بحضور ممثلة المديرية الإقليمية للشباب والرياضة وممثلين عن السلطة المحلية ونخبة من الجسم الإعلامي المحلي وبعض الفعاليات الجمعوية بالمدينة إلى جانب ثلة من المهتمين بعالم المسايفة. تم بمدينة خريبكا عقد الجمع العام لنادي المسايفة لأولمبيك خريبكا وذلك يوم الخميس 3 نوفمبر 2016 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات. نتمنى أن تكون هذه انطلاقة لاسترجاع أمجاد نادي المسايفة بخريبكا الذي كان يحسب له ألف حساب وكان متصدرا قاطرة المسايفة بالمغرب.